حلوة قوي بلدك. هما كل الفنانين بيوتهم حلوة كده. بكرة لما تبقي ممثلة كبيرة وتشتهري هيكون عندك قصر أحلى من ده. العدد الجديد بموت فيها المجلة دي. انت بتقري لمين؟ بقرا أسرار النجوم والمخبر المجهول ومذكرات مدام ميم. تجنن. لا دي حاجة عظيمة خالص. ما شفتنيش على المسرح في دور عطيل؟ لا. عندك حق. تعالي بقى اعلمك اول درس في التمثيل. طب ممكن اكلم ماما في التليفون احسن تتوقني؟ التليفون 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 اهو. تيجي ندور عليه سوا؟ ندور عليه. ندور. أهو. أيوة يا ماما، بكلمك من عند سلوى صاحبتي. صممت أجي معاها البيت عشان نذاكر سوا. والله يا ماما، نص ساعة تفهمني الدرس وارجع طوالي. أيوة يا ماما، عايزة حاجة؟ باي باي. في صحتك. لازم. الممثلة لازم تشرب. في صحتك. في صحتك. في صحتك في صحتك. تعالي. أول درس في التمثيل القبلة. بصي لي. قربي. كمان. أحضنيني. أحضنيني. جاهزة؟ يلا.